جود ايفنينج يا جيوب الفقراء. موضوع سيدر مش انت ماشغل بالكم. مظبوط سيدر حط شروط على العجز وكذا 7.5 والى اخره كذا صح. هلا هن بيعرفوا ان احنا عم نكذب عليهم بالعجز، ونحن بنعرف انه هن بيعرفوا انه عم نكذب عليهم، بقى ما في مشكله بالاساس. هاي الحقيقه ما بدنا عم نخترع شيء جديد يعني. هذا موضوع سيدر. انا كنائب بوعدكم انه الموازنه مش رح تدق بجيوب الفقراء. انا كوزير اكد لكم ان الموازنه حطال بس الاغنياء وسقفيني اسكن شيء. خلصت الموازنه ونطل المواطنين. شو سعاده النائب، مش على اساس قلت ان الموازنه حتدق بس بالاغنياء؟ ما دقت الا بالفقير. يا مواطني حبيبي، اصلا فقير هو فقير عقل، والغني هو غني بمفهومه يعني واخلاقه. الله، ده الله عن جد. يعني وزراء ونواب، شو بدي اقول لكم، ضميركم هو واحد توأم. الهم سنة عم يتخانقوا على الموازنة، غلف مغلقة، اجتماعات سرية، تسكير طرقات، خربوا البلد، عملوا قلق بالبلد على العالم كله، وهي الموازنة بتنعمل على 5 سنين لقدام، نحن عم نعمل موازنة سنة، مش عارفين صرنا 8 اشهر. حقيقة الفقراء بطل عندهم جياب، أصلاً لأنه بخشوها حطوا إيدهم من تحتها يعني. نحن قلنا الحق الكذاب على باب الضلع مشان الوزراء والنواب بالموازنة. شو طلع معهم؟ طلع معهم طبخة موازنة كوسا، يعني مثل اللي وعدك يصفرك على غابات ماليزيا قام أخذك على حرش بيروت، نصب على سرقة على صلبطة على خوات. صدقوني لو أكبر طاغية عربي عمل هيدي موازنة كان شفق عليكم أنتم الشعب اللبناني شوي، كان شفق عليكم أكثر من هالوزراء والنواب. اللافت بالموضوع بقول لك زدنا ضرائب بس على البضاعة المستوردة بلبنان، يعني السيارات المصنوعة بلبنان ما زادوا عليها، يعني مثلا التليفونات المصنوعة بلبنان ما زادوا عليها ضرائب، أنتم عشو معصبين؟ البواخر الطيران المصنوعة بلبنان ما زادوا عليها. حبيبي ليش أنتوا أصلا في شيء صنعتوه بلبنان؟ صلي كتير زمان عايش أنا، أنتوا قلات ما صنعتوه، قلات اللي بنلبسه وهم غطت يزنا فيه ما صنعتوش، ما عرفتوش تعملوه، ما كل شيء مستورد بلبنان. ما قول لي شو الشيء اللي مش مستورد بلبنان؟ كان عندنا بس الحمضيات من نحن وصغار نقول والله انه بكتاب التاريخ لبنان مسيول يستاهل لبنان بزراعه الحمضيات، فاق بالبقاع، حلقته دينه، اللي طال ملوث، المي ملوثه، عم ناكل خرا، عم ناكل براز، عم ناكل سموم وسم وتلوث وانتو ولا شيء. اكثر شيء ممكن تعملوا عليه انتو اتفاقات مستورد من برا، يعني مثلا من خططكم انتو اللي عم تحكوا فيها غزل البنات، بسكوت دبكه، بونجيس هرم، ها قصص يعني. حبيبي ما في شيء بلبنان مش مستوردينه نحن وبقى قلالين. حقيقه انتم بينشهد لكم شغل الوزراء والنواب، انتم فتحتوا مصانع بلبنان، حقيقه بينشهد لكم، فتحتوا مصانع للطائفيه، فتحتوا مصانع للتعصب، فتحتوا مصانع للحقد، واكيد المصنع الاهم اللي فتحتوه البيج برودكشن هو مصنع غسيل دماغ للخواريف اللي بعدها بتنتخبكم وبتصدقكم. فق يو اول، وانا مش مسؤول، والجديد مش مسؤوله، والست كلمه مش مسؤوله. ما بعرف إذا أمي بتكون مسؤولة عن شي، حبسوها.